إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صارت في حركة احتجاجية قبل تقريبا يومين قدام مجلس النواب، وهاي الحركة الاحتجاجية كانت تدعي إنها مع حقوق المرأة وبدها بتحصل حقوق للمرأة، وإنه هذه الحركة بدها إنه في ظلم واقع على المرأة الأردنية أو المرأة بالمجتمع الأردني. طبعا معظم الناس شافوا الفيديوهات وشافوا الصور تبعت هذه الحركة اللي تدعي إنها داعمة للنسوية. فاليوم إحنا بدنا نحكي عن مشاكل المرأة بالأردن وبالعالم بشكل عام، وبدنا نعمل قياس للمشاكل المرأة اللي عندنا بالأردن مع المشاكل العالمية، ونشوف الشعارات والحكي والهتافات اللي كانوا يحكوها بهاي الوقفة الاحتجاجية، خلينا نحكي أمام مجلس النواب، ونناقشها نشوف يعني الناس هاي شو المبدأ اللي كانوا يحكوا فيه أو الحكي اللي كانوا يحكوا فيه. أول إشي، في كثير من المؤسسات والجمعيات بالعالم بسموها مجتمع الفيمينيست، هذا المجتمع بيدافع عن حقوق المرأة، وهذا المجتمع والداعمين للمرأة حول العالم حددوا أكبر مشاكل المرأة بثلاث مشاكل. أهم هذه المشاكل اللي هي الأمية، اللي هي عدم القدرة على القراءة والكتابة في كثير من المجتمعات. بس إحنا المجتمع الأردني تقريباً 51% و6 بالعشرة من طالبات الجامعات بالأردن هم من الإناث، وتقريباً نسبة الأمية عندنا من الأردن من الإناث تحت سن 15 سنة 6.9% فقط. لما تيجي تعمل المقارنة هاي مع بعض الدول مثل الدول الأفريقية مثل نيجيريا وغينيا وغينيا بيساو، اللي نسبة الأمية عندهم تصل تقريبا ل50%. في بعض الدول والمناطق مثل اليمن تصل نسبة الأمية بين الإناث 76%. إحنا ما سمعنا شعارات تدعو إلى مناهضة الأمية أو معارضة الأمية بالمجتمع الأردني أو دعم الإناث بالأمور اللي زي هذه. إضافة إلى ذلك، أهم الأخطار اللي تواجه المرأة في العالم هي الاعتداءات الجسدية. طبعا اعتداءات جسدية كيف؟ بتكون اعتداء بشكل مباشر على أعضاء موجودة بجسم الإنسان. أهم هذه الاعتداءات وأنواعها هو ختان الإناث. ختان الإناث هاي عملية فرعونية بتورثوها كثير من الأجيال لحد الآن. تقريبا في 130 مليون بنت حول العالم بصير لهم عملية ختان إناث، وهاي العملية على المدى البعيد تؤدي إلى أضرار نفسية وأضرار جسدية وأضرار صحية بالأنثى إلى درجة كبيرة. إحنا بالأردن كمجتمع ما في عنا الحكي هذا من مرة إنه ناس بيعملوا هاي العملية للإناث، بل هي كمان مجرمة قانونية. تمام؟ في بعض المشاكل الأخرى اللي هي اضطهاد الحقوق السياسية واضطهاد الحقوق الاقتصادية. إحنا بالأردن في عنا المشاركة السياسية مكفولة للمرأة، إضافة إلى ذلك حق الملكية الفكرية وحق الملكية التجارية، وإنها تفتح حساب بالبنوك أو إنها تفتح سجل تجاري، هذا الحق، وحق العمل بالقطاع العام، هذا الحق محفوظ للمرأة عندنا بالأردن. في بعض الجمعيات حول العالم تدعي إنه نظام الميراث بالإسلام نظام ظالم للمرأة. طيب، هذا النظام الناس أو الجمعيات أو المجتمع الغربي فهم النظام هذا بشكل خاطئ، لأنه نظام الميراث بالإسلام غير مبني على الأنثوية أو الذكورية، غير مبني على النوع. نظام الميراث بالإسلام مبني على عدة مبادئ تحقق العدالة ما بين أبناء الوارث أو أبناء المتوفي، ولكن هم قاعدين بتطلعوا على جزئية بسيطة اللي هي جزئية للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إنه الذكر بأخذ قد ثنتين من البنات. طبعا هم اجتزأوا الآية الكريمة تقول لك يوصيكم الله في أبنائكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الحالة هذه فقط في حالة الأبناء. في كثير من الحالات بالميراث بتكون المرأة بتأخذ مساوية للرجل، يعني في 4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، في حين في 30 حالة ترث المرأة أكثر من الرجل، في 10 حالات ترث المرأة 30 حالة ترث المرأة مساوية للرجل، 10 حالات ترث المرأة أكثر من الرجل، وفي حالات ترث المرأة ولا يرث فيها الرجل. فحالة إنه الرجل يورث ضعف المرأة هاي حالة جزئية من نظام كامل من نظام المواريث. الله عز وجل بقولك يوصيكم الله في أبنائكم، وليس يوصيكم الله في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي حالات كثيره مثل اللي عديناها انه المراه ترث مثلها مثل الرجل، وفي مرات بترث اكثر من الرجل، وفي بعض الحالات ترث المراه والرجل لا يرث. طيب الان الاحتجاجات اللي طلعت والحركه الاحتجاجيه طلعت امام مجلس النواب رفعت شعارات، هاي الشعارات كانت غريبة على المجتمع، حتى هاي الشعارات مش نفس الشعارات اللي بدعوا فيها أو بنادوا فيها الناس اللي بتطالب بحقوق المرأة. احنا حكينا حقوق المرأة والمشاكل اللي بتواجهها المرأة على مستوى العالم. هم ادعوا وطلعوا بشعارات ونداءات يعني انه اشي شعارات انه غشاء البكارة لا يدع الشرف، شرفي عائلتي ليست مسؤولة عن شرفي، الأمور اللي زي هاي. الأمور اللي زي هاي لا تدعي، لا تدعو إلى حق المرأة. الأمور اللي زي هاي فقط تدعو إلى الإباحية، فهي لا تخدم المرأة بأي شيء ولا إلها أي دخل إنها تدعم موقف المرأة أو حق المرأة، بل إنه الناس بيصيروا يطلعوا على المرأة بشكل سلبي جراء هذه الإجراءات أو السلبيات، وتقزيم المرأة ودور المرأة بالمجتمع بدورها كوعاء جنسي أو كحالة جنسية فقط. لا، المرأة إنسانة إلها بالمجتمع دورها مثل الذكر بالمجتمع في بناء المجتمع، هي الأم والأخت والبنت وإلها دور كبير في بناء المجتمع. فالآن الانحراف في هذا الدور وتقزيم دور المرأة فقط بالأمور اللي طالبوا فيها بالوقفة الاحتجاجية، هذا اعتداء على المرأة فقط. الناس هاي يمكن بتشوف الغرب وبتطلع على الغرب، ولكن هم بيعتقدوا انه الغرب زي ما بشوفوه بهوليوود بافلام هوليوود على نتفليكس او بالافلام بالسينما. لا، الغرب يختلف كثيرا. الحياه العاديه على الارض تختلف عن الحياه بالافلام. يعني تقريبا في بعض الدول اتوقع انها المانيا تقريبا 30,000 حاله اعتداء جسدي على الاناث في المانيا. في دوله مثل السويد 20,000 جريمه جنسيه، 20,000 جريمة جنسية، 7,000 من هاي الجرائم هي اغتصاب. في عين احنا بالاردن تقريبا فقط 14 جريمة بداع الشرف خلال السنتين اللي فاتت. فالان العالم الحقيقي او العالم الغربي مش مثل ما بتخيلوا او هم مثل ما بصوروه. لا لا، العالم يختلف، السلوك الانساني بكل الدول يختلف عن بعض البعض، ولكن عندنا بالاردن احنا الان الحكي اللي حكوه والامور اللي طالبوا فيها اصلا احنا مجتمعنا ما بيعاني منها. في الشغله الثالثه يعني والمشكله الثالثه اللي بتعاني منها النساء على حول العالم وهو زواج القاصرات. في تقريبا 250 مليون انثى تحت سن ال 15 متزوجات حولين العالم. احنا بالاردن القانون يجرم اي واحد بيجوز بنته تحت ال 15، وممنوع انه يصير زواج تحت سن ال 15. طيب الان في حالات الان داعما للنسويه، وفي احتجاجات مثل اللي صار مثلا وحملات مثل اللي صار في جمهوريه مصر العربيه خلال الاسبوع اللي فات. شو اللي صار بجمهوريه مصر العربيه؟ في واحد اسمه احمد بسام زكي، هذا الشاب متحرش 100 بنت على وسائل التواصل الاجتماعي، وصارت حمله اللي فضح هذا المتحرش وناس كثير من البنات، حتى لو باقي متحرش بولد عمره 15 سنه، ناس كثير من البنات اللي تعرضوا وكانوا عرضة ضحية لهذا المغتصب أو هذا المتحرش حكوا خبراتهم مع هذا المتحرش. الحكي اللي بيصير هناك بمصر حكي ممتاز جدا، إنك تعرف الناس بخطورة التحرش، توعي البنات من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي والأخطار اللي ممكن تحدق بهم أو المشاكل اللي ممكن تصير معهم جراء وسائل التواصل الاجتماعي. هذا حكي ممتاز جدا، لأنه أكثر إشي تحتاجه المرأة في مجتمعاتنا هو التوعية، وليس تقزيم دورها أو تقزيم دورها وعملها بالحياة كأداة جنسية. فإحنا الآن نتمنى أنه يتم توعية للإناث في بلادنا، توعيتنا النابعة من ثقافتنا العربية ومن معتقداتنا الدينية العميقة اللي قادرة أنها ترفض أي شيء طارئ على مجتمعاتنا. ترى إحنا مجتمعاتنا صار لها 3,000 و 4,000 سنة، يعني مجتمعات ضاربة بالتاريخ، ومعتقداتنا الدينية معتقدات على مر التاريخ كانت تبني المجتمعات، وكان لها احترام على المرأة. حتى أيام الجاهلية كان في احترام للمرأة، وأيام صدر الإسلام كان في احترام للمرأة. فإحنا بنرفض كل الاحتجاجات اللي بتصير بهذا الشكل، وبنرفض تقزيم دور المرأة،
وانه تحول المرأة فقط، او انه دور المرأة والظلم الموجود على المرأة والتعنيف الموجود على الانثى تحوله بس للجهة هاي او للنظرة السلبية الوحيدة اللي بيحكوا فيها بالاحتجاجات. طبعا هم الان بيعتمدوا على جرائم معينة صارت بالاردن، جرائم قتل كان ضحاياها تقريبا بنت بنتين ثلاثة وشذي. الان هاي جريمة، واحنا في عندنا قضاء وفي دولة مؤسسات، والقضاء قاعد بتطلع بالجريمة وقاعد بفصل بالجريمة. لا يحق لهم ولا يحق لأي حدا أن يعتدي على خصوصة الناس. أول شيء الناس هذه الله يجبر عليها، الله لا يبلى حدا، إحنا اللي بنحكي الله لا يبلى حدا، والبنات اللي ماتن الله يرحمهن شو ما كان الوضع، الله يرحمهن ونتمنى الله المغفرة إلهن ولجميع المسلمين ولأهلهن بعد. بس ولكن لا يجوز استغلال مصائب العائلات هذه بأمور أو أجندات توضح المرأة وتبينها بغير المكان اللي هي فيه. نتمنى أنه الصورة وصلت، وأنه مجتمعنا كيف يعامل المرأة وديننا كيف يعامل المرأة إن شاء الله نتصل، ونتمنى أنه مجتمعنا يرفض جميع هذه الدعوات التي تمتهن دور المرأة وحقها وتقلل من قيمتها في المجتمع. شكرا لكم على المشاهدة.